وصل نجم كرة اليد المصرية علي زين لقمة تألقه خلال عام 2022 على كافة المستويات، وتوج بثلاث بطولات مع فريقه السابق برشلونة قبل انتقاله لصفوف دينامو بوخارست الرومانية. زين صاحب 32 عاما بدأ حصاده مع العملاق الكتالوني هذا العام بالفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب جرانوليرز بعد التفوق بنتيجة 30-26 في شهر مارس الماضي، ثم ساهم في حصد لقب الدوري خلال شهر مايو بجدارة قبل 5 جولات على نهايته وبفارق 15 نقطة عن فريق جرانوليرز صاحب المركز الثاني. أما في يونيو فقد عانق النجم الكبير المجد عندما شارك في فوز البلوغرانا بدوري أبطال أوروبا للمرة 11 في تاريخه بعد تغلبه على فريق فيف كيلز البولندية بفارق ركلات الترجيح، ونجح في تسجيل إحدى الركلات بكل براعة. قبل تجربته الاستثنائية مع البارسا كأول لاعب مصري وثالث لاعب عربي ينال هذا الشرف بعد التونسيين وليد بن عمور ووائل جلوز، قاد اللاعب الموهوب مسيرة ولا أروع مع كرة اليد، بدأها في النادي الأهلي من عام 1998 وحتى عام 2013 في قطاع الناشئين والفريق الأول، ثم لعب لأندية النجم الساحلي التونسي والجزيرة الإماراتية وباي داكس الفرنسي، بعدها عاد للإمارات من بوابة نادي الشارقة قبل انتقاله لبرشلونة في يوليو العام الماضي، ومنه لفريق دينامو بوخارست الروماني بداية هذا العام.